نتمنى تكونوا مزيانين ان شاء الله وتكونوا في احسن الاحوال يا ربي. اليوم غندير معكم الرفيسه المغربيه. البنات غنبداو بالتريد كالعاده. هنايا عندنا 4 ديال الزلايف كبار ديال لافارين، وزلافه كبيره ديال الفينو، معلقه كبيره ديال السكر، ومعلقه ديال الملحه. البنات لا كونتيتي كتبقى على حسابكم نتوما، والعبار اختاروا نفس زعما نفس البول نفس الحاجه اللي تعبروا بها. غادي نزيدوا الماء دافي ونعجنوا نجمعوا هاد التريد. العجنه ديالو بحال العجنه ديال المسمن. البنات هنا غادي نخليو العجينه ديالنا ترتاح شي شويه، نديروها في شي بلاستيكه، ندهنوا العجينه بالزيت ونديروها في شي بلاستيكه ترتاح، نغطيوها بشي منديل، وغادي ندوزو دابا للدجاج والمرقات ديال التريد. بون البنات ندوزو للمرحله الثانيه اللي هي المرحله اللي غادي نشرملو فيها الدجاج ونخليوه يرقد معنا. البنات شحال ما خليتو الدجاج شحال ما كيجي بنين، الا خليتو ساعه اللي بغات تخليه ليلة بو سا ديبون نتوما والوقت اللي عندكم. انا هنا غادي نديرو ديريكتومون ما عنديش الوقت. بالنسبه للمقادير البنات غادي نحتاجو واحد جوج بصلات مشلطين، الا كانوا عندكم صغار ديرو زوج. بنات هنا بالنسبه للتوابل عندنا معلقه صغيره ديال الخرقوم، نص معلقه ديال البزار، معلقه ديال الملحه صغيره، معلقه صغيره ديال السكنجبير، نص معلقه ديال القزبر يابس، نص معلقه ديال المسخن، نص معلقه ديال الكوري غنوريه لكم. هنايا عندنا واحد جوج دروسه ديال الثوم محكوك، وهنايا عندنا واحد 6 ولا 7 ديال الدروسه. شحال ما درتي الدروسه هكا صحاح يعني كيجي زوين. هنايا درت واحد نص معلقه ديال الموطارد كيتواجه مع الدجاج. هنايا عندنا واحد البتي مغصو ديال ضامط زعفران، وهنايا عندنا ربطه ديال المعدنوس والقزبر. انا كنديرو هكا محزوم، ما كنديروش هكا مشلط. صافي بالنسبه هادشي بالنسبه للتوابل. الكوري اللي قلت لكم هذا كيتباع، هذا الكوري راه دابا كيتباع حتى هذا ديال فرنسا، ولكن دابا كيتباع حتى في مرجان حتى في لي كرون سيرفاس. هو هذا في الحقيقه هو ريحته يعني بحال راس الحانوت. راس الحانوت هو المساخن، راس الحانوت جهه الشرقيه وجهه الغرب كيقولوا مساخن. هنايا عندنا نص زلافه هكا شويه، انا ما عنديش بزاف صراحه ديال الحلبه، واصلا ما كتعجبنيش نكثرها بزاف لانه كتعطي واحد النسمه خايبه. المهم من بعد غنشرح لكم الطريقه وشنو اللي غادي نديرو الاول شنو لا. هنايا عندنا العدس غسلته مزيان وخليته هنايا في الماء باش يزيد يتفزك. يعني هنايا عندي ربع كاس ديال العنبه ديال الزيت العاديه، والربع الاخر غادي يكون زيت العود، ولكن ما غاديش نديروه دابا. انا خليت الدجاجه 10 ملت حكم ترملتها ديجا قبل، وهنايا الام ديالي غادي تحاول ندير معكم داك المسمن ديبول. المهم دهنا الصني ديالنا وغادي نحاولو هكا نفخو يدينا بالزيت ونديرو دي بتي بول بحال هكا. المهم كيما المسمن يعني صغار باش هكا غادي نطيبو التريد ديالنا. المهم الطريقه راه باينه والفيديو راه شارح نفسه. البنات انايا الجده ديالي هي جده مكناسيه الله يرحمها، كانت كدير لينا هاد التريد الله يرحمها رفيسه، يعني كانت كديرها لنا وكندير لنا معاه واحد الكاشر اللي هو كيديروه جهه ديال المكناس، كدار بالكبده. خليكم مع طريقه المقادير. عندنا واحد جوج كبدات ثلاثه ديال الدجاج بطبيعه الحال.
بالنسبه للحمايه الكبيره ديال الكزبر والمعدنوس اللي كتبقى اختياريه على حساب الكميه ديال الكبده اللي دايرين. عندي هنايا واحد ربع بصله انا شلطتها شويه رقيق، عندي معلقه ديال الملحه، معلقه ديال الخرق ديال الخرقوم طبيعه الحال، نص معلقه ديال الخرقوم ونص معلقه ديال عندي نص معلقه ديال الخرقوم، راس المعلقه ديال الفلفله او البواغ ديال الفلفله، عندي واحد الثومه صغيره محكوكه وبيضه مبشوره. هنا البنات غادي نقومو باضافه العطريه اللي عندنا في ديك لا ماشين، ومن بعد غادي نطحنوها وبقاو معايا. دابا غادي نزيدو شويه ديال زيت العود بحال هكا، غير خطوطه هكا على حساب معلقه ديال زيت العود، وغادي نهرسو فوق منها ديك البيضه. البنات هنايا غادي نزيد واحد نص معلقه ديال المضاد اللي كيتواجد مع الكبده والدجاج، نسيت نقولها لكم. البنات هذا هو الخليط ديال الكبده. البنات اللي هي كيبان ليها بلا جاري شويه اولا ما جاش شد راسو، تقدر تزيد معلقه ديال الدقيق الابيض اولا معلقه ديال السميد اولا تزيد الفينو، المهم تزيد على حسب التكستور اللي بغات كما كنقول لكم دائما. انا عطيت الماما هي اللي تصاوبهم ديرهم في الفوخ، كنا كنتعاونوا انا وياها حيت كنا عارضين على الصديقه ديالها. المهم الناس قدروا ديروهم الا بغيتوا شي نهار نديرهم معكم في ماما كانت كديرهم في الكسكاس، يعني هذاك اللي كيفور الطعام، او كما قلت لكم كنت كنديرهم في واحد الساشي ديال الكونجيلاتور ونعمر فيهم هاد الكبده، بغيت ندير الالومنيوم ونديرهم على شكل دي بودا ونديرهم في الكسكاس الفوق والنار والماء لتحت من القدره. دابا كنديرهم في هادو ديال السيليكون سي ميو باش يجيو في الديكوراسيون حسن. دابا غادي نشعلو على الفوغ ديالنا الفوق لتحت، وغادي نطفيو من التحت نحشيوهم يطيبوا من الفوق، وغادي نتلاقاو باش نديمو ليهم مع بعض. اج انايا هنا ما درت كاين غير شويه ديال الماء، انا خليته غير في الماء ديالو باش هكا ياخذ اللون، عاد من بعد غادي نزيدو عليه زيت العود. يعني هنايا غير الدجاجه كما شرملتها حشيتها في كوكوت، غادي نبقى نقلبها باش هكا تاخذ ليا اللون الاصفر. الا زدتو الزيت راه ما كتاخذش داك اللون، يعني في الساعه كاش من الاحسن ديروا غير الماء باش تصفر لينا. بعد ما خدات لينا الدجاجه ديالنا واحد اللون اللي هو ذهبي وجميل، دابا غادي نزيدو لي زوتغ انغريديون اللي عندنا. زدنا قزبر والمعدنوس، زدنا البصله، وغادي تزيد في هذه المرحله ماما العدس اللي درناه في زاك، وحتى الحلبه اللي ما درتهاش كلها غنوري لكم فين درتها. غندير فقط معلقه صغيره لانه الحلبه كتولي مره وكتلق واحد النسمه خايبه. هنايا زدت نص كاس مزيج من زيت العود وزيت العاديه. من بعد صافي، دابا غادي نزيدو الماء على الماء يكون سخون على الكوكوت ديالنا، وغادي نسدو عليها ونخليوها تطيب. انا صراحه كيعجبني ما عرفتش شنو كتقولوا ليه في الجهه ديالكم، المهم حنا كنقولوا ليه الروا، يعني هو المرق. كنبغي المرق بزاف. هنا البنات غادي نسدو على الكوكوت ديالنا ونخليوها لواحد المده طيب على مهل، مهم واحد المده ديال نصف ساعه هكا 20 دقيقه، نحلو عليها ونشوفو واش طابت. هنا البنات بالنسبه للحلبه فانا غادي نديرها في واحد الكاسرول وغادي نزيد عليها الماء، غادي نخليها تبخ شي شويه، نحاول ونرمي داك نصفيها نرمي داك الماء، ومن بعد غادي نزيد ليها البلول ديال الدجاج. خليكم معايا. هنا البنات بغيت غير نوري لكم الشكل ديالها بعد ما كطيب، ها هي كيفاش كترجع كتحل شي شويه. دابا غادي نصفيها و غنرجع ندير داكشي اللي قلت لكم. دابا غندوزو للمرحله الثانيه اللي هي المرحله اللي غادي دير فيها ماما معكم التريد.
هنا البنات غناخدو دوك الكويرات ديال المسمن ديالنا اللي فرقناهم وغادي نبقاو هكا عادي كي كالمسمن كاع الناس كنظن انه الناس كامله كتعرف المسمن كيفاش نديرو نورقوه. بون انا عارفه المغربيات كلهم حادقات كلهم كيعرفوا يطيبوا، ولكن انا دابا كنهضر معاكم مع البنات الصغارات، البنات اللي باقيين يلا المقبلات على الزواج، اللي باقي ما كتعرف يعني. اما المغربيات فتبارك الله كلهم في حلات. هنا بالنسبه للتزيين فانا غادي ناخذ معكم الكرموز اليابسه اللي كنعرفوها كلنا. انا درتها شويه د الماء وغادي نديرها تسلق باش هكا تنفخ شي شويه. المهم انا راه هنا سلقتها، ومهم سلقتها وداك الشيء. موراها غادي ندوزو للمرحله الثانيه اللي غادي نعسلوها. دابا غادي نديرها فوق من البوطه، غنزيد عليها معلقه ديال القرفه، وغادي نزيد شويه ديال الماء يعني غير على حساب نص كاس انا زايده فيها. غادي نزيد واحد 3-4 ديال لي مورسو ديال السكر، اولا تقدروا تزيدوا جوج معالق كبار ديال السكر، ونخليوها تعسل على نار مهيله. وندوزو دابا باش نديموليو الكبده اللي خرجناها من الفوخ بعد ما طابت لينا. شوفوا البنات كيفاش كتجي فنه صراحه، وكتعطي حتى واحد المنظر زوين في التريد ديالنا. هنا البنات الدجاجه ديالنا بعد ما تحمرات وخرجتها من الفوخ، غادي ندوزو للمرحله الثانيه اللي هي مرحله التزيين. البنات طاطا اللي هي صاحبه ماما جبت ليا هذه زلابيه طويله، كنقول لها احنا في الجهه الشرقيه زلابيه طويله، كتعجبني بزاف وهي كتعرف بان دي كتحبق عليها فجبتها ليا. وصراحه هي اللي خدمتها بيدها، كتعرف تصاوب هكا هاد الحلاوي. الا بغيتو الا عجباتكم بغيتو الطريقه والمقادير ديالها فما عليكم غير تقولوها ليا، شي نهار نمشي عندها ان شاء الله، اولا تعطيني الوصفه ونديرها معكم. المهم البنات هنا شديت التريد ديالنا بعد ما طيبناه وخليناه حتى برد وداكشي. فاش تبغيو تحطوه كنديرو انا في كسكاس يعني في قدره، ما عرفتش كي كتقولوا ليها. المهم وكنخليه تفور باش هكا ما يجيش قاسح وحنا كناكلوه. المهم هنا البنات غادي ندوزو لطريقه التزيين. انا كنت وريت لكم الحلبه فزدت فيها المرق ديال الدجاج، بون كنت كنهضر على داكشي فاتت اللقطه. هنا البنات عندي التريد درت في هذه القصحه، دابا غادي ندوزو للمرحله ديال التزيين. انا قليت شويه اللوز صراحه، شويه داز عليه الطياب، ومهم جا شويه تحرق ليا، المهم داز عليه شويه الطياب، ولكن بون معليش. انا حطيت الدجاجه ديالي ودابا غادي خليكم معايا غتشوفوا التزيين. نتمنى تكون عجبتكم الرفيسة ديال اليوم. نتلقاو ان شاء الله في فيديو اخر، ما تنسونيش باعجاب ومشاركة وجيم. باي باي.